تفاصيل أكثر في روبورتاج مروى بن حليمة. التحضيرات والاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة تتزامن مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي، مما يثقل كاهل الأسر المغربية ويدفع للتساؤل عن سبل تدبير هذه المناسبات لتغطية جميع المصاريف. على هاد القضية ديال العيد، مع العيد مع الدخول المدرسي مع بزاف ديال الحوايج، يعني زعما كتراكن داكشي، كيتراكن الإنسان كيجي شوية صعيب. دونك تخص الإنسان من الأول يرتب الأمور ديالو، وقد داكشي وكيدير له الحساب ديالو، وكيحاول يقتصد شويه العيد الاول، وعاود من بعده كيعاود، يعني على طول السنه كيخص الانسان يبقى يرتب الامور ديالو ويقادها. ملي كيجي داكشي ما كيحش به، كيجي سهل. الوقت دابا المتطلبات ديالها كثيره، ما بقاش كتعرفي المستوى ديال الكرا مرتفع والمصاريف مرتفعه والاجور ديال الناس محدوده، يعني الطبقه المتوسطه راه كاين الاسر اللي كيلجؤوا للكريدي، وهي مسائل عاديه، ماشي مسائل عاديه ما فيها شيء. الانسان بحال دابا الى التجأ لي راه معليش ما فيها حرج. العديد من الاسر المغربيه تلجأ الى القروض البنكيه كحلول بديله لتامين متطلباتهم خلال هذه المناسبات، لتجد نفسها رهينه دوامه تسديد الاقساط التي قد تستمر لعام كامل او اكثر، او عاجزه في احيان اخرى عن تجاوز هذا الوضع. الا كانت عائله نوويه صغيره، ممكن ان تشري حولي ديال 1000 درهم الى حدود 1500 درهم، مما باش ما ياثرش على الميزانيه. كذلك التخييم، ماشي بالضروره ان نمشي اوتيل اوريطوال او لا 5 اطوال، يكفي انه مثلا ندي الكيطون، انا نخيط مع وليداتي واحد اسبوع، يكفي بالنسبه للقرابين، بالنسبه انهم يخيموا غير من البحر قريب بالنسبه للمدن الساحليه، او يدي وليداته للجبل. بالنسبه كذلك بالنسبه انهم يتفادوا القروض، تفادى القروض، لان القروض راه عندها كذلك حتى في المستقبل راه كتاثر، لان القروض دائما تؤثر في المستقبل، وملي كيجي قرض على قرض كتولي ازمه، وبالتالي هذه كتكون هذه الصعوبات. تزامن عيد الاضحى